بصوره ديمقراطيه واللي يمكننا اصلا من يعني المرور الى محطه او مرحله او مجتمع ديمقراطي وصار يعني مؤسسات ديمقراطيه، لان الدستور لا على مستوى الطريقه الاقرار ديالو والطريقه ديال المصادقه عليه ولا المضامين ديالو ليست يعني كافيه بوضع دستور ديمقراطي يمكننا من الحقوق والحريات. ربما نرجعوا فيما بعد الى التفاصيل فيما يخص المضامين ديال الدستور، كيفاش انه الدستور غير قادر انه يحمي الحقوق والحريات رغم ما ينص عليه من عدد من التنصيصات فيما يخص المواد الخاصه بالحقوق والحريات. ففي حد ذاته هي تضمن نصوصا اخرى او مقتضيات اخرى يعني تنتقص من هذه الحقوق و لا تمكن اصلا من احترام الحقوق في الواقع. اذا اربع سنوات فيما بعد اضافه الى الدستور لم ياتي باراده سياسيه من اجل اقرار ديمقراطيه حقيقيه، هو كان وسيله لتدبير مرحله من الاضطرابات وللمرور بسلامه في مرحله عرفت فيها المنطقه اضطرابات سياسيه وثورات وانتفاضات. اذا الهدف منه هو تدبير مرحله وبالتالي ادى هذه المهمه، والان حتى بعض النصوص وبعض القضايا القليله التي هي مكتسبه في ظل هذا الدستور الان هي زعما يعني تضرب بها عرض الحائط وجعلت الدوله لممارسات ربما اكثر انتهاكا للحقوق واكثر استخفافا بالقانون من ما قبل حرب 1950 وما قبل المرحله التي ادت بها الى هذا الدستور. اذا الوضعيه الان هي وضعيه انتهاكات خطيره وعسيمه فيما يخص بكل جانب، ليس فقط تجاه الجمعيه او تجاه الحركه الحقوقيه، ولكن الدوله اصبحت في المرحله التي اسميها انا المصطلح اللي كان قالوا ويليام بلوم على الولايات المتحده الامريكيه في العجرفه ديالها في العالم، فالمغرب الان سيتانيتا فويو تجاه القانون، تجاه الحركه الاجتماعيه، الحركه الحقوقيه، تجاه النشطاء، تجاه المعارضين، تجاه الصحفيين المستقلين، تجاه يعني كل من يعبر على راي خارج على خطوط حمراء سطرتها الدوله، وهذه الخطوط يعني تتزايد تضييق